شوف طبعا الفترة الأخيرة بينت إن يورجن كلوب لحد ما فقد السيطرة على أوضة اللبس. بسبب إيه؟ بسبب التصريحات اللي أكيد بتطلع متناقضة مع بعض. يعني يورجن كلوب في مؤتمرات صحفية بيطلع يقول كلام، محمد صلاح ممكن يطلع في حوار صحفي بعديها بفترة يقول كلام معاكس للي قاله يورجن كلوب، وبالتالي ده بيوضح إن العلاقة لم تعد كما كانت من قبل ما بين حسد وعبد كريم. مش حسد والله، كويس. لا اصل كانت فعلا العلاقه ما بينهم استثنائيه وملفته جدا للنظر. يعني شوف يا كريم، طبعا هو خلي بالك بيقول لك يعني وقت الانتصار بتبقى كل حاجه حلوه، وقت السقوط بتبقى كل حاجه وحشه والسلبيات بتطلع. واضح جدا ان العلاقه تاني ما بين صلاح وساديو ماني في الملعب، التعاون رجع تاني بقى قليل جدا، وبالتالي الفرقه بتتضرر، بجانب طبعا الفريق متضرر تماما 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 منذ اصابه فيرجيل فان دايك. طبعا انت بتسقط المدافع الاساسي بتاعك، وحتى امبارح شفنا ان بيلعب باتنين متوظفين مش اماكنهم اصلا، يعني هندرسون او فابينيو. وبالتالي انا بشوف ليفربول على جميع المستويات فنيا اصلا في مشاكل بسبب الغيابات، وحتى نص ملعب ليفربول بقى الورك ريت بتاعه او معدل الجري انخفض، لما تحط طبعا لعيب زي الكانتارا لعيب ممتاز جدا كباسنج، باسنج عنده عالي جدا، تصويب عنده عالي جدا، لكن لما تيجي تقول له اتحرك بدون كرة صعب، ان هو لعيب لحد ما بلاي ميكر اكتر منه لعيب خط وسط مدافع، وبالتالي الفريق بينضر من ده. الملخص عشان نوضح الموضوع للساده المشاهدين، واضح جدا من تصريحات محمد صلاح انه قاب قوسين او ادنى من اخذ خطوه جديده في حياته. واضح جدا من الدوري الاسباني طبعا، واضح جدا ان يعني بقدوم الصيف المقبل ان شاء الله ربما بنسبه كبيره هنشوف محمد صلاح في فريق اخر غير ليفربول، لان خلاص ليفربول بقى في الديكلاين بتاعه، بقى في الهبوط، الفرقه مش مظبوطه في الملعب. صحيح. المدير الفني كان على القمه وبدا خلاص يخسر نقاط، في نفس الوقت مان سيتي اللي هو في وجهه نظري المنافس الاول مش مان يونايتد. امبارح صراحه مان يونايتد عمل مباراه رائعه، اخر 11 دقيقه اليسون يعني صد ثلاث كرات مستحيله مستحيله ان حد يلومه عليهم لو كانوا دخلوا المرمى، خصوصا الكره بتاعه بوجبا. بتاعه بوجبا دي فعلا كانت غريبه جدا، واعتقد برده بتاعه برونو برده كانت كره من داخل 6 ياردات، كانت صعبه قوي. لكن اليسون امبارح كان انقذ ليفربول من هذه المحققه، ولكن انا شايف ان مان سيتي بالفوز امبارح الكبير، والحمد لله جوارديولا يعني كسب 4-0 امبارح بما بصفتي انا بحب السيتي. هو واضح واضح كده وضح بصفتي بحب السيتي، فالانتصار كويس جدا للسيتي، واعتقد جوارديولا وانس ان هو خد وقرب من القمه، لان احنا طبعا عارفين دلوقتي مان سيتي هو الثاني، عنده ماتش متاجل مع استون فيلا، يكسب الماتش خد الصداره بفارق نقاط كمان عن يونايتد وعن ليفربول. وانس ان السيتي وصل للصداره انا على المستوى الشخصي اشك انه هيسيبها. ليه؟ لان ميزه السيتي السنه دي اتغيرت، الميزه بقت الدفاع بقى كويس، هو مشكله في الهجوم، قبل كده كانت مشكله معكوسه، كانت في الهجوم مش في الدفاع، وبالتالي اعتقد بالشكل الحالي السيتي هو الاقرب للفوز بده.